اهلا اهلا، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم تعب تعب بتعب. اليوم عندي شغل كتير، عندي هلا فحوصات اولادي، مو فحوصات، مذاكرات يعني، تمام. وعندي طبخ، ما بعرف شو بدي اعمل هلا، ما بعرف شو بدي اعمل، بس عم فكر اعمل لهم فطاير وهيك قصص يعني. بدي اعمل لهم، بدي اغسل لهم اواعيهم واكوي لهم مصانهم، لانه اليوم السبت، يوم السبت هن عطلتهم يعني، بيعطلوا جمعه وسبت. فكتير مستنفره انا اليوم، بس ان شاء الله رح صور لكم كل شيء. وبدي اكوي لهم قمصانهم وجهز لهم كتبهم، و بدي اعمل لهم عصير. هلا ليكني حامله السكينه، بدي اعمل لهم عصير. هلا بدي اعمل عصير لزيد يفوت درسه، خليه يفتح مخه كتير، لانه عن جد منهاج، مو معقول قديش هو صعب. هلا قبل ما نكمل الفيديو، إذا كنت جديد على القناة بتمنى إنك تشتركي وتحطي لي لايك. إذا مشتركة حطي لايك، حطوا لايك، هاد نوصل لل 100,000 مشتركة، أوكي؟ حلو زي الفلسطيني، حلوة بس كتير عريضة، بدي صغرها. اشتريتها السنة الماضية، بس أنا شعريتها عريضة، قلت لحالي أنا ما بديها تكون مكسمة هيك وضيقة، بس كتير كتير طلعت عريضة، شايفين يعني كتير، حتى الكتافيات يعني، فهيك رايح موديلها باين كأني ضخمة أنا، شايفين العرض تبعها؟ بس حلوة. ما بنقول لهم احنا زي الفلسطيني هاد. فشو رايكم فيه؟ حلو. الله هيك يا رب ينصرهم ويوقف معهم، امين يا رب العالمين. خلينا نبلش الفيديو يلا. كرمنتينا ما بحب اقشرها لانه بتطلع ريحه بالايدين. حدا بيعرف الكرمنتينا يوسف افندي؟ مفيد كتير وطيب وحلو، بس يا الله ريحته بتشق المخ. بتعلق بالايدين، ما بتعود بتروح يعني، قد ما غسلتي ما بتروح. اذا حدا عنده طريقه يروح لي ريحه الكرمنتينا من ايدي يخبرني. يا سلام، ان شاء الله تبارك الله، رياني رياني. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. يعني كنت بعصر له عصير بس هيك بيتنقرش، هو عم يدرس اكثر. راح هلا اشوف شو بده تساعده، بساعده. هلا بكره عنده عربي لزيد، الحمد لله هو منيح بالعربي وانا كمان يعني بقدر درسه تمام، بس منهاج نسال الله اللطف قديش هو صعب. وقت نحن كنا بأعمارهم كان منهاج غير هيك، كان ما أحلى يا الله قديش الدنيا تغيرت يا جماعة، مو طبيعي. كل مرة من السنوات السابقة، ايه قصدهم يعني اللي مرق معك بالسابع، بالخامس السادس، يعني كل شيء وانت اخده بالابتدائي بده يروح معك للسابع، لانه والله القواعد ما بتتجزا، القواعد ما بتتجزا ابدا. شو ما بتتجزا؟ حط لك شوكه، ماشي الحال، رح دلي لك هالمره، حط لك شوكه. هيك رحنا لبلكه. لا ماما هلا كلها لاحقه بعضها. الماضي؟ كلها لاحقه بعضها هي، مثلا عندك الفعل الماضي، فعل المضارع، هذول ايمتى؟ كله هذا بيلحق بعضه. فالعربي ما بيجزا مثل الرياضيات كلها لحق بعضها. أسوأ شيء لما تكونوا قبل بيوم بالمذاكرات وما لكم فاضيين لتحكوا راسكم. ليش مالك فاضي يا بعدي؟ شوفي وراك. انا مالي فاضي، انت شوفي وراك، هات لي شوف شو سويت لك، شوف. والله ميسري. ميسري، انا شايفه انا اللي رح اكله، بسم الله. اخر المعدة هذا. بعدين شو هذا وشو هذا؟ رمانتينو برتقال، ما عصرت لك، قلت لي عصري لي. كنت انا بدي اعمل لك عصير، اجى ببالي انه والله يعني قلت لحالي لانه هو اللي بدي عصير، بس عصير بتروح هيك صفق هيك بتقعد تتنقرش فيهم تاكله وبتستفيد منه. صح، جاي لعندك، يلا امشوا روح لعنده. يلا سمع، وين كنت هلا؟ حفظت القصيده؟ حفظت قصائد. شو هالمفردات؟ بالصف يعني، هون شويه تمكين. مو بيتين رح يجوا قال لك ولا ثلاثة؟ لا أكثر، يمكن شقة أربعة؟ أنت قلت لي بيتين، أعطوا الصحة بشو؟ قلت
لي بعدين رح يجي. لك بالغلط قلت لك انا. طب هلا يا خفيت وشوقي فازدادت مراجله وشوق اقتله في النفس خافي. يا شامه اخفيت شوقي فازدادت مراجله والشوق اقتله في النفس خافي. حديث عنك وانا سنة اخفيت فتحت قلبي في الدوس ليراوي ومن بغير حبك لم يخفق لنا وتر ومن قال ينسى غريب الدار ينادي. لا تتركيه ويقاسي ما يقاسيه. عيناك علمته الشعر علمتاه الشعر فانطلقت ما نمكنو تسامر فانطلقت تسامر الملأ الأعلى قوافيه. بدك هي تراجع. هلا امبارح درسنا الفعل الصحيح. شو انواع الفعل الصحيح قلنا امبارح؟ فعل سالم، فعل مهموس، فعل مضاعف. برافو عليك. السالم هو ما كانت حروفه خالية من التضعيف وخالية من الهمز. والهمز؟ والهمز هو ما كانت أحد أحروفه مهموزة. حروفه شو؟ الأص؟ الأصلية همزة. أيوة. والمضعف؟ هو ما كانت أحد أحرفه الأصلية تضعيف. برافو عليك. لا، ما كان أحد أحرفه عيدا ما كانت أحد أحرفه مضاعف. مضاعف يعني إنه فيها شدة، هي صح. التضعيف. آ و إي مثل مبارح. آ و إي ألف واو يا ألف واو يا. برافو عليك. كمل القصيدة. دماغ شغالة مش بتنام. تيكي 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 تيكي. دعوله الله يوفقه ياخذ علامات قوية وتامة. والله درست زيد وحطيت له تمارين وهيك وخليته يحفظ القصائد. فالحالي بلش بقى بالشغل، اعمل عجينة تبع الغاز تبع الجبنة الفطاير. يجي يحيى اللي بطني عم يجعني، انا جايبة لبن كنت كرمال العجين. والله يطلع حي طعمي كم لقمة وأعطي دواء شراب لوجع البطن للمغص. دسيت له حرارته، لقيت الحمد لله والشكر لله ما في حرارة. سقيته دواء والله، فما تقبله أبدا، العفو منكم، قياء وما قدر يشربه يعني. فأنا وقت اللي بيضعفوا أولادي يعني هيك بتكرتع، يعني هيك بتتعب نفسيتي بصراحة، ما بقعد بعرف اشتغل بنشلش. فكتير هيك انهميت علي يعني. والله رحت عنا زيت نارنج من زمان، انا بدهنه لاولادي في زيت النارنج، حتى بدهنه لإلي. هذا هو مثل ما شايفينه هيك حبات صغيره، اول ما بتطلع النارنجيه بتجيبوه من عند العطار اذا بدكم، او انتم بتعملوا بتجيبوا نارنجيات صغيره بتقطفوه بتحطوه بزيت بلدي. هو كل ما صار قديم كل ما تعتق كل ما صار افضل. اذا منفوخ كولونك، اذا ممغوصه كتير منيح للكبار وللصغار. كل ما ادهنه يرتاح يرجع ينوجع. دهنت له والله ارتاح، عم رجع بعد شوي ينوجع. قمت اجيت سويت له بابونج وزوره، قلت له خوش شب لك شفه ماما بترتاح. هيك تسطحته دفيت له بطنه، عملت له شقفه سخنه على بطنه. بس يعني انا متوتره عليه بصراحه، هون السخنه كانت يعني هون كان مبو شيء متحسن. الحمد والشكر لله تعالى، سبحان الله العظيم اللي زرع فينا هالحنيه نحن الامهات، انه هيك نخاف على اولادنا حتى نرعاهم ونهتم فيهم. سنن يا ريت بيقدروا يعني هيك، ان شاء الله الله يجعلهم من البارين يا رب، والله يمتعنا ببرهم بحياتنا وبعد ما ماتنا. شو ساعتك في وجهك؟ عم يوجعك؟ لا، ناحت هو الاقياء بيريح. طبي هيرز ما طبي بكتير غدنا هنا بامبونش. هلا بعد ما ركنته الحمد لله وأمنت عليه الأمان برب العالمين، سلمت لرب العالمين هو وأولاد الجميع يا رب، يا رب يحميوني يا رب العالمين أولادنا أولادكم. فسألتوني كذا مرة على هاي العجانة. والله انه ما بدي كذب عليكم، ظريفه صحيح، هي صينيه اوجز صيني طبعا، بس بتشتغل على البطاريه كونه عندنا على طول في قطع كهرباء، بتشتغل على البطاريه وانفلتر بطاريه اللي تبع الانفلتر مو بطاريه عاديه. فوقت سالتوني منين جبتها انا جاوبت بالتعليقات، بس بعض منكم ما قرا كانه، فجبتها من منطقه اسمها سويقه، هي والمكسر تبع الخلاط اللي بخلط فيه اللي هي اللي معرفتوا هذا المضرب، جبتهم ولا التنتين سوا. والله زراف الصراحة، بس يعني بدهم ايد واحدة اعتناء وديري بالك عليهم بيخدموك يعني بصراحة. يعني حتى كون صادقة معكم بصراحة وفرت علي جهد وتعب، يعني كنت اهكل هم المعجنات كرمال العجين، كنت اتعب وجعوني كتافي بالعجن، بدها عضلات يا اختي شدك الحكي.
فوفرت علي جهد وتعب بصراحة. هيك الله يرزق الجميع يا رب، وتجيبوا ويرزقكم مثل ما الله رزقني وحدة، هيك لكل وحدة مشتهية منها يا رب العالمين، خاصة اللي بسوريا لأنه نحن السوريين صعب نجيب هيك أشياء بسبب الغلاء. المهم أنا حطيت هون 4 كوب من الطحين، نص كوب لبن، وربع كوب زيت نباتي، شايفين؟ كوب نص كوب بربع كوب، وحطيت معلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة وخلطتهم مع بعض. بعدين حطيت مي دافية، كوب ماء دافئ، عرفتوا كيف؟ يعني ليكو بتختلف الطحين، بيختلف من حدا لحدا، يعني مو كل الطحين مثل بعض، فحسب العيار تبعك. انا عيرته كوب واحد، فيمكن انت تحتاجي اكثر، يمكن تحتاجي اقل، يمكن تحتاجي تحطي كمان طحين، فبتختلف العيارات. اي حدا بيعطيكي مقادير دقيقه لا تصدقي، لان ما في شيء بالعجين اسمه مقادير دقيقه، هذا فن مو فن، انت بتشوفي اذا محتاجه ولا لا. المهم اني انا بدي عجينه طريه مثل هي، شايفينها كيف طريه، لا تكون انه سميكه ولا تكون مريئه بنوب، يعني تكون دبقه تلزق بس ما تعلى دبقه، فهمتوا علي؟ عم بتدبق على الايدين مثل هيك. بحط لها شويه طحين، بعجنها هيك على ايدي بحيث انه هلا يعني هيك تصير ظريفه ومرنه، وبغطيها شغله 5 دقائق ل10 دقائق، ما بدي اكثر، يعني 5 دقائق 7 دقائق هيك شيء، يعني هي عجينه سريعه وظريفه على فكره. المهم غطيتها لبين ما اساوي. انا هلا الجبنه عندي جبنه بيضة مغليه بجيبها انا، هي بناكلها طيبه وظريفه يعني، وجبنه دهن تبع الكيري او ما بعرف، حي الله جبنه دهن يعني، عندكم اياها بتقضي بالغرض. فبغسلها بس غسيل شافي ما احلاها، مغليه خالصه بجيبها. وبتجي اغلى بشوي من اللي مو مغليه، عرفتوا؟ بفرطها. اجيت هلا هون عم بستعمل الشوكه، عم طلعت هيك، هي شغله طويله، قولي على قامتي شو بدي اقعد انا اقعد اشتغل بالشوكه، اي روحي عنا يا هاتي لك بايدي بقعد بفركها، اضبط لي واحسن لي، انه بدي اياها انا يعني مفروكه هيك فارطه يعني. بحط لها حبه البركه، هي فيها سمسم، انا بحب حبه البركه مع الجبنه، بعشق شيء اسمه حبه بركه، شو اسمها، سمسم، هي فيها حبه بركه بس انا ضفت لها سمسم، بحب السمسم كثير مع كثير كثير، سبحان الله بيعطيها طعمه لذيذه. بحط لها 2 من هذا الدهن، تعطيها كمان هيك لذاذة وطراوة للجبنة، يعني ما بتعود هيك ملبصنة مع بعضها. كمان هون نفس الشيء، على أساس عم بستعمل الشوكة، على أساس عم بعمل إنه يعني واو وياي روحي عنا هاتي لقلك فركي بيديكي، والله ما في أحلى من الإيدين، الله يخلينا إيدينا يا رب. هون رجعت للعجين بقى بعد ما ارتحت 5 دقائق، تركتها 7 دقائق هيك، شوفوا أحلاها ما شاء الله تبارك الله، طرية وبتجنن وارتاحت، يعني انا بدي اياها تكون مرتاحه حتى اعرف يعني تكون مرينه بين ايدي اعرف اشتغل فيها. هلا على سطح العمل هون نضيفهم احلى، يعني لو انه مجله بس نضيف، يعني كلاتنا بنعمل هيك، اكيد انتم كمان بتعملوا هيك، لا تقولوا لي. باخذ شقف شقف يعني بعملهم هيك مثل كرات صغيره، بدي اياها من حيث انه تكون من جوا مفرغه، يعني هيك فاضيه او في ثقب من جواتها حتى يطلع من الهواء. شوفوا كيف هيك بعمل لها هيك، هيك شايفه هيك في مثل ثقب من جوا هيك فرغة، بشلون هلا وقت اللي بحطهم هيك بتنفش. هلا انا تركتهم هيك، شوفوا بلشت اول وحدة على اليسار تنفش هيك وتصير مثل الكرة الطابة، بلشوا ينفشوا وقت اللي بتعملي لهم هيك. ايه هلا بلشت، هلا بفردها، باخذ وحدة وحدة بفردهم بايدي، ما بدي لا شوبك ولا مدادة ولا شيء، وبحط بقى والله بهالنص الجبنات قد ما بدك، يعني بتحبي تحطيها كثيره، بتحبي تملحيها، بتحبيها بدون ملح، بتحبي مثل ما بدك يعني حسب الرغبه. بعدين بتدعبليها بتدعبليها بتكبتليها هيك، بتلزقيهم ببعضهم وبتفركيها بتدوريها وبتكبسيها بايدك، او بتمديها اذا عندك مداده، يعني انا مفضل المداده ما بدها بايدك، يعني كيها طريه لانه هي طريه العجينه. بساويهم كلهم هلا هيك على نفس اللي هي، لو حتى طلعت وحده صغيره وحده كبيره وحده مطحوجه وحده هيك نابقه مدري كيف وحده اكله قتله، مو مشكله دخيلك يعني رايحه على البطن بحطهم هيك هلا وبغطيهم حتى ما ينشفوا فوق بعض، يعني ما بيلزقوا لانه بحط لهم طحين. انا عم بعطيكم خطوات خطوه خطوه لانه عن جد لازم تجربوه على الفطور، واعملي لجوزك خليه يطير عقله فيكي ويحبك اكثر. وعلى المقلاي اذا عندك فرن خليكي على المقلاي، لانه صراحه اظرف على المقلاي من الفرن. والله شويه زيت زيتون بدهنه وبسقطه بهالمقلاي، والله ولا اسهل ولا اطيب، شو بدنا احسن من هيك، الله يديم النعم علينا. باخذ وحده وحده بحطها، على فكره حسيتها اكله صحيح، لا هي بدها شغل بالسريع، يعني ما بدها الشغل كتير، لا بس عجننا العجينه ريحناها، يعني كلها ما اخذت معي نص ساعه القصه،
هو لانه عندي لانه تدريس اولادي عرفتوا، فبدي يعني شيء هيك سريع، يعني انا اخترت هيك السريع مثل طبخه وفطور سوا، يعني غدا وفطور سوا بتشبع، اللي بياكل معجنات بيشبع. المهم هلا بغطيها حتى تستوي، تاخذ استوى وبغطي تحت، بنوس تحتها، ما بخلي شغلي دقيقتين يعني حتى ما ما بديها تحترق، انا بديها تلتدع تاخذ هي اللدعه الشقره. كثير ظريف عن جد، لازم تجربوه. فيكي تحشيها شو ما بدك، ان شاء الله دجاج وخضار لحمه هيك، المهم انه تطلع هيك من جوا بتشط بتمط وبتقسميها مثل البيتزا. فيكي تحشيها بيتزا كمان ان شاء الله. بالفيديوهات القادمه بدي اعمل لكم هيك قصص ان شاء الله تعالى. شايفين احلى لونها؟ بياخذ العقل ما شاء الله، بياخذ العقل. حطها هيك بقى وبصفون، بسوي لهم شغله هيك راكزه حتى يروقوا. اليوم عطله تبع اولادي، لان خبروني شو بتعملوا بعطله اولادكم، بيعذبوكم ما بيعذبوكم؟ الله يحميهم يا رب. نحن هيك الامهات دائما سبحان الله يعني مكتوب علينا التعب هيك. على كل حال الله لا يحرمه لحد الاولاد يا رب. بس في هلا كانت الله يرحمها ستي تقول لي مثل، مو تقول لي، تقول للكل يعني، اللي جابت ولد اولاد، اللي ما جابت اولاد هم واحد، انه هم انه ما جابت اولاد، يعني بتضل كل عمرها زعلانه وحزينه. اما اللي جابت اولاد ميت هم، كل واحد له همه، كل واحد له مشكلته، كل واحد له قصته. سبحان الله، الله هيك لا يحرمنا منهم يا رب، يبارك فيهم باعمارهم بصحتهم بعافيتهم يا رب العالمين، ورزقنا برهم بحياتنا وبعد مماتنا. هون اعطيته ليحيى مشان يلتها. الحمد لله رب العالمين، تحسن بفضل رب العالمين علينا يا رب، لا يضرنا ولا يضر اولادكم ولا يضر اولادي يا رب العالمين. الخوت ساوي لي بيتزا يلا قعد يلعبوا زيد. مد يحيى يا لمين هاي؟ هاي ببي صغيرة مثل حكايتها. ليحيى شو حبيبي؟ هاي من شو مؤلفة لك امي؟ هاي مثل الخبز بس محشي جبنة. ايوه انا طب يطلع بدك تعملي خبز. هي طلعت بتشهي انا وعم ساويها. بتشهي فعلا بتشهي. ما احلاها ما شاء الله. يعني والله. بتشهي يا عم. قولي يا اولاد. قولوا بسم الله يلا امي. قولوا يا اولاد. عم يعزمكم يحيى. ماما المعجنات مو من وين ما كانت تاكل. طيبة ماما؟ مو على الغاز يعني. طيبة والله كثير طيبة. أنا من النقورة شبعت بصراحة. والله. تعرفي مثل الفطور المشلتت بيقولوا لها ماما؟ شبعت. طيبة جنت. عسل؟ هي العجينة طيبة. إيه. شو حاطتي لها؟ شو مكوناتها؟ جبنة بيضة وجبنة دهن. ما تحط والعجينة زيت و بيضة؟ لا لبن عشان تطلع طرية هيك. خميرة وطحين. طيبة والله. والله حقيقة والشباب طيب. عم بقول لحالي غرقانة بالمطبخ. بس الحمد لله تحسن يحيى، كان بطنه عم يوجعه. برد الخريف هلا مؤذي. برد الخريف هو اخذ برد حرام. هلا بدي اساوي له الحاف. ورا يحيى بالليل عم يصير برد صار يرجع. ليش تفتحوا كمان باب بنان يا صاح؟ ما احلى نظافه ولطف الحنان. الحمد لله هلا امنت على كروشتهم ودراستهم واجت الكهرباء من فضل الله. قلت لحالي الاكولون امصانهم بقى واخذ بقى بريك، بس لا قبل بدي اساوي شرشف يحيى كمان واخذ بقى بريك قهوه واسترخي واستريح بقى. الله يديم الصحه والعافيه يا رب العالمين. والله رحت طلعت له الحاف، قلت لحالي بكير يعني لسه عم نتغطى بشراشف، بس الهيئه انه لازمه يعني طلعت له كنزه صوف وهيك زمكت له، ساويت له الحاف هذا وحطيت له الملحفه، غطيت له يعني بغطى لملحفه نحن. فهو بيتكشف كتير الله يصلحه ويهديه يا رب، بيتكشف يعني انا 100 مره بفيق بالليل بس منشان غطي. برجع بقول الله يعيننا نحن الامهات، بس لو يقدروا هيك لو يقدروا هالولاد بس، والله مدري كم مره بفيق بالليل يعني
تلاقوني دائما قلقة، بس منشان قوم غطيه، بخاف عليه على خواصره، انه يرشح يضعف يرجعوا صدره هيك، قام اليوم رجعوا بطنه. قلت والله لا اعمل له الحاف، وهي لانه بيقولوا لك برد الصيف حد من السيف، فهي ماما هلا عم تقلي انه برد الخريف صعب بيضعف، يعني لانه ساعه برد ساعه شوب، ساعه بيعرق ساعه بيبرد ساعه، يعني الحمد لله نسال الله السلامه. هذا هو كان فيديو اليوم، رح هلا اشرب قهوه على الركونه حتى اروق راسي، هيك قهوه العصر حان توقيت الهدوء والركونه والترويق الاعصاب بعد الساعة الرابعة عصرا. يا سلام أحلى قعدة. هون ماما كانت عم تحكي مع أخي، عم لها هاتي الحاكي، قال لا هاتي يلا اتصور معه. عم تصور شو بده يقنعني؟ كنا صورك وانت على الجوال، صوري معك على الجوال. هاتي شو فنجان القهوة مع فلان. مرحبا، شلونك؟ الله يخلينا اياك ويطولنا بعمرك. حياتي للجميع. شغال؟ حياتي لاهلي. عم بشرب معي. ايوه الله يخلينا اياك، لك الله يخلينا اياك. بدك تشوف هلا، اذا شفت الفيديو بدك تشوف صوت، بدك تسمع صوتك بالفيديو، بدي نزلوها. هي عم بقول لك انا عم بشرب قهوه وحاكيك. بالعكس انا، بالعكس هذا لي شرف كبير، انت اختنا الغالبه ولو. تقبر قلبي يا عمري، الله يخليك. الله يخلينا اياك. يعني طبعا حسيون كلهم محترمين ما شاء الله عليهم. اي والله والله والله، والنعم منهم، من تعليقاتهم الاكابر، والله كلهم اكابر ما شاء الله عن جد، ولا حدا الحمد لله يعني هيك بيعلق تعليق غير لطيف، كلهم بيعلقوا تعليق لطيفه وحلوه. يعني عم تتابع ما عم تشوف، هي اخي عم يشوفها. قول لهم يحطوا لي لايك وتعليق طبعا. حلو، قول لهم حطوا لها، لا اختي لايك وتعليق حلو. ايه امانه اذا سمحتوا، لانه ايه امانه معدن غالي ام زهير، معدن غالي والله والله، فيديوهاتك كلها كلها بك بتشرح القلب. تسلم تسلم اخي، تسلم، خلي لي اياك يا رب، خلينا امنا. هذا اخي نكتف تبع امي، بيشبه امي كثير، كنه اياها، بيشبه ماما يعني. هي اجت ماما، لحظه صب لها فنجان لماما. طبعا امي شو بدي صب لك؟ نبسط. ماشي، صار الفيديو كتير طويل، بدي انهي. يلا الله يسعد لك يا رب، الله يسعد لك ويسعدك، خلي لي اياك انت يسعدك. يلا قلهم باي باي، قلهم باي باي، ننهي سوا، ننهي سوا. يلا قلهم باي باي، الى اللقاء. السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله. يلا الله معك، بامان الله. الله معك حبيبي.